السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير السادة المشاهدين، معكم مؤمن شديد، أخصائي علاج طبيعي متخصص في مشاكل العمود الفقري والمفاصل، وصاحب مركز مؤمن شديد للعلاج الطبيعي في طول كرم. راح أكون معكم خلال الشهر الفضيل على شاشة التلفزيون السلام، رح نحكي عن شوية مواضيع تتعلق في العلاج الطبيعي، الأمور اللي بتتغير على المريض، كمان مش الشخص اللي مش مريض، الناس اللي ما عندها مشاكل، كيف تتعامل مع الصيام، كيف تتعامل مع المشاكل والآلام اللي بترافق فترة الصيام وبالذات في بدايته. خلال هاي الحلقات وهاي الفترة راح نحكي عن للرياضيين، نحط جانب كويس للرياضيين، بالإضافة لمشاكل التشنج العضلي الشائعة واللي هي بتحصل مع معظمنا، بالإضافة لمرضى الديسك والانزلاقات الغضروفية راح نحكي عنهم ونتفهمهم كيف يتعاملوا مع الآلام اللي عندهم، كيف يتجنبوها من الأساس. راح نحكي عن مرضى الكسور وتأهيل مشاكله، المشاكل المتعلقة في الكسور والتابعة له أو الناتج عنه. راح نحكي كمان للستات عن آلام الدورة الشهرية، كيفية تقليلها، كيف التعامل معها خلال صيام أهل البيت، وبالذات انه الستات بيكون في عليهم جهد اضافي نتيجه لانه احنا الطعام عندنا في رمضان بيكون متعدد ومتنوع. راح نحكي عن مرضى الجلطات الدماغيه، كيف يتعاملوا مع مشاكلهم، عن الام المفاصل ايضا، وراح نحكي عن تورم الاطراف وعن الامراض العصبيه. في البدايه اليوم راح نحكي الشيء اللي بخص مواعيد الجلسات خلال الشهر الفضيل. معظم المرضى بيوقف الجلسات خلال شهر رمضان وبيوقف علاجه، وهذا له آثار سلبية كثير على معظم المرضى، بالذات إنه العلاج المشاكل في بدايتها بيكون سهل جدا، إذا صبرنا تنتهي الشهر راح يكون في المشكلة الأساسية وتوابعها الناتج عنها، بالإضافة لصعوبة العلاج بسبب تأخر الحالة. جسمنا ما بيضل ساكت خلال فترة الشهر الفضيل أو خلال فترة توقف العلاج، راح يبني أنسجة ضارة، راح تضعف العضلات، راح يصير التأهيل أصعب على الأخصائي، وفي بعض الحالات راح ينتج عندي مشاكل ممكن تدوم معك للعمر كله. خلينا نحكي اليوم بشكل تفصيلي أكثر عن نمط الجلسة خلال 24 ساعة. دائما التغذية السليمة في البداية مهمة جدا وبتأثر على الجلسة. خلال فترة السحور لازم يكون الطعام مش ثقيل، لازم يكون كمية السكر في السوائل القليلة، سوائل متعادلة، لا مالحة فيها ملح زيادة ولا فيها سكريات. هذا الكلام راح يصعب على أخصائي دوره، بالذات أنه ما راح يقدر يعطيك المياه خلال الجلسة لو أنت شعرت بالعطش. لو كان خلال الجلسة في الغالب إحنا بنسعى لأنه يكون في توفير للعناصر للدورة الدموية للعضو المصاب، بالتالي توفير العناصر الغذائية اللي بحاجة إلها الجسم. فإنت لو كنت خلال فترة السحور مش ماخذ هذه العناصر، مش ماخذ كفايتك من هاي العناصر، أو جسمك طرد هاي العناصر مع السوائل بسبب السوائل المدرة للبول، فالفعالية تبعت الجلسة راح تكون قليلة. شيء ثاني مهم تهتم فيه خلال بموضوع توقيت الجلسة اللي هو إمتى بدي أروح على جلسة علاج طبيعي. في عنا وقتين مناسبات للجلسة، إما بتروح في خلال النصف الأول من النهار بوقت يكون بعدها العناصر الغذائية متوفرة في جسمك وتكون الجسم عنده نشاط وما فقد كثير من السوائل، أو الوقت الثاني اللي هو بعد الإفطار للمراكز أو الأماكن اللي فيها دوام مسائي، يكون بعد الإفطار بساعتين جسمنا بيكون أخذ العناصر كفايته من العناصر الغذائية. مهم جدا هنا ننتبه إنه الإفطار ما يكون فيه إشباع زائد لحاجة الجسم سواء من الدهون أو السكريات، وبعض مرضى ممكن البروتينات ما يكون فيها إضافة، نركز على الخضار والفواكه الطازجة اللي هي بتوفر لنا ألياف وتوفر عناصر غذائية مهمة جدا للجسم اللي بيحتاجها خلال الجلسة، بالإضافة لأنه خلال الجلسة نفسها الاهتمام بالتوقيت بتوقيت الراحة. خلال شهر رمضان احنا بنهتم كتير في مرضانا انه يكون الجلسة مش مرهقة بالنسبة له وفيها فترات راحة موزعة على وقت الجلسة، زائد انه ما بنوصل في التمارين اذا كان في حاجة الها لدرجة الاجهاد، ممكن نستعين في الاجهزة المتطورة اليوم تساعدنا على احداث الاثر المطلوب في الجلسة بدون اجهاد الجسم، وهذا الحكي كتير بيساعد المريض وبيساعده على تجاوز الشهر الفضيل بدون ما يكون وقف علاجه. والسلام عليكم ورحمة الله، إفطارا شهيا وصياما مقبولا.